العمل اللي معاك عاملين شغل جامد جدا وهايلين الحقيقه، ودايما دايما موجودين في موقع الحدث. انا بشكرك وبشكر كل المجموعه اللي معاك باسمك وباسم شادي وباسم محمد وباسم قلبه، كل الناس اللي موجوده انا بشكركم جدا جدا جدا، ودايما موجودين معانا ودايما عند حسن الظن. الحقيقه برضو بما اننا بنتكلم عن مباراه سان داونز، عايز اقول لحضراتكم خبر مهم جدا. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اتصل بالمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب. كابتن محمود اتكلم مع المهندس محسن على أن تكون مباراة العودة لنادي الأهلي ضد نادي سان داونز على ملعب المقاولون العرب، والمهندس محسن صلاح أبدى ترحيبه الكامل بهذا الموضوع، وسوف ننتظر الحقيقة موافقة الكاف وموافقة الجهات الأمنية هنا في مصر. موافقة الكاف وموافقة الجهات الأمنية هي التي سوف تحسم أمر مباراة العودة. إذا تمت الموافقة من الكاف ومن الجهات الأمنية، إذا ستكون مباراة العودة في أمام سان داونز في دور الثمانية على ملعب المقاولون العرب، بعد اتصال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب. المهندس محسن صلاح الحقيقة أبدى ترحيبه الشديد جدا، لدرجة أن قال للكابتن محمود مفيش مشكلة وأن الفريق يجي يتمرن تمرينتين قبل المباراة على ملعب المقاولون العرب كمان. وبالتالي هناك ترحيب شديد من مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، والانتظار الآن إلى وصول الموافقات الأمنية وموافقة الكاف. فإذا الكاف وافق والجهات الأمنية هنا في مصر وافقت، إذن ستقام مباراة العودة مع نادي سان داونز على ملعب المقاولون العرب. لو تفتكروا قبل المباراة أنا قلت لحضراتكم حاجتين، قلت لكم صالح جمعة وقلت لكم ما تصدقوش إن المباراة هتتلعب في السويس أو في استاد برج استاد الجيش في السويس، لأنه إحنا عارفين، لأن انتشر بشكل كبير جدا هذا الموضوع، لكن إحنا عارفين طبعا التسلسلات، لكن إحنا ما بنقولش غير لما بتكون الامور وصلت لدرجه ينفع ان احنا نتكلم فيها. عشان كده انا بقول لحضراتكم حتى الان ننتظر الموافقات الامنيه للعب النادي الاهلي على استاد المقاولون العرب ان شاء الله يوم كام يا جماعه المباراه؟ 13 ابريل يوم السبت 13 ابريل. عارفين ده كله ليه؟ ده ليه؟ هقول لحضراتكم ليه. لان النادي الاهلي في مثل هذه المباراه مش محتاج حاجة غير حاجة واحدة بس. جمهور. محتاج إيه يا كابتن؟ جمهوره. جمهور. محتاج إيه يا كابتن شريف؟ جماهير. وبالتالي من حرص مجلس الإدارة على أن يكون هناك عدد كبير من الجمهور متواجد في هذه المباراة، عايزين يقربوا المسافات على الناس. فكابتن محمود كلم المهندس محسن واتفق على كل شيء، ويتبقى الجهات الأمنية، موافقة الجهات الأمنية هنا في مصر وموافقة الكاف.